أعود إلى متابعة هذه الصور الآن أيضا من العاصمة السودانية الخرطوم. نشاهد هذه الألسنة من الدخان التي تتصاعد وتغطي أجزاء كبيرة من العاصمة السودانية في مناطق متفرقة أيضا من الخرطوم. ونشاهد هذه الصور الآن التي تظهر ربما حجم المعارك والعمليات القتالية التي تشهدها مناطق متفرقة من العاصمة السودانية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.